اعتمدت الأمم المتحدة اليوم أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي بمبادرة مغربية أمريكية يسعى إلى ضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة وجديرة بالثقة دون المس بحقوق الإنسان. كما يهدف القرار إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية والتأكد من أن البلدان الفقيرة لديها التكنولوجيا والقدرات اللازمة لاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي. وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد قدم ونظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد للصحافة الدولية الأسبوع الماضي قدم أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي. ويعد اختيار المغرب كمشارك في رعاية هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.